كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى نلقاكم الفيديو ديالي بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي هي صراحه كتبيض البشره وكتحيد الهالات السوداء، يعني كتنقص الهالات السوداء، يعني كتفتح داك اللون ديال اللي تحت العينين. الوصفه يا البنات فيها بطاطا مسلوقه، كتقطعي البطاطا طراف طراف صغيره وكديريها تسلق، ومن بعد ما تسلق كان ناخدها سخونه، وهي سخونه ضروري وهي سخونه، ونجيب معلقه ونبشرها مزيان ولا فرشيطه. عندنا هنايا معلقه ديال النيدو، هنايا ماء الورد، هذا الماء الورد اللي كنستعمل صراحه زوين، هذا هو الماء الورد اللي كناخد. هنايا كان ياغورت طبيعي للسواء البنات، يعني كنبشغوا بطاطا مزيان مزيان حتى ما تبقاش يكون فيها داك الحبيبات، نزيدوا عليها النيدو، عندي جوج معالق ديال النيدو، حتى نخلطهم مزيان مع البطاطا. نخلطو مزيان مع البطاطا ونزيد لهم شويه ديال الماء الورد، حركوا مزيان البنات ما بقاش يكون فيها دوك، خص ما يكونش فيها دوك الفقاعات، خص تكون جاريه شويه. يعني نحركها مزيان، يعني نحركها مزيان، ومن بعد نزيد عليها نزيد ياغورت طبيعي ونعاود نحرك مزيان. الوصفة البنات كدار 21 دقيقة للوجه كامل، وخصوصا تحت العينين، يعني كتنقص دوك الهالات السوداء. واصلا البطاطا معروفه بالتفتيح ديالها، هذه هي الوصفه البنات. طبعا ديما كنجيب وصفات بمكونات سهله ومكونات يعني متواجده في كل بيت، يعني كنحاول نجيب لكم داكشي السهل، يعني ما باش ما تعجزوش، باش ما تعجزوش البنات، يعني وصفات سهله، يعني في الاستطاعه ديال اي وحده كتكون سهله. هذه هي الوصفه ديالنا البنات ديال اللي تفتح البشره، يعني كتفتح صراحه البشره وتنقص عليك دوك الهالات، تنقص لك دوك الهالات السوداء يعني كيكونوا تحت العينين، اللي سبب ديالهم هما بعض المرات كيكون مرض، يعني بعض المرات كيكون مرض في الداخل ديال الانسان، سبب ديالهم بعض المرات كيكون السهر، يعني بعض المرات كيكون اغلبيه كيكون السهر بزاف، يعني ولا شي مرض داخل في الكبد، ولا يعني الاعراض ديالو كيكون دوك الهالات السوداء كيكثروا بزاف. هذه هي الوصفه ديالنا البنات، ونتمنى تطبقوها، ولا طبقتها تخلي لي تعليق، وان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم. ومرحبا بكم البنات، وما تنساوش تابونا، وما تنساوش تفعيل الجرس، والناس اللي الله التحقوا بنا مرحبا، ألف مرحبا. نتمنى تعجبكم القناة ديالنا والمحتوى ديال القناة، وإن شاء الله اللي عندها شي وصفة محتاجها ولا راه كنعاود نقولها لكم، مرحبا في التعليق كتبوا لي الوصفة اللي بغيتو، أنا راه هنا الإشارة. غير أنا دابا كنحاول نعطيكم يعني وصفات بسيطة وسهلة، يعني باش تحيدوا شوية ديال العجز، حيت ملي غنعطيكم وصفات قاصحين يعني وفيهم مكونات كثيرة يعني كتعجزوا بزاف، يعني ديما كنحاول نعطيكم وصفات اللي هي يعني سهلة سهلة ديريها، يعني 5 دقائق تنوضي ديري ماسك وها انت يعني بشرة ناضرة وصحية. فيلا نخليكم البنات وفي امان الله، مع السلامة وشكرا لكم.